لقد تعلمنا قليلا عن المشتقات، والآن سوف نستعملهم لحل شيء ما. أتمنى أن يكون مفيدا. لذا دعونا نبدأ بمراجعة قاعدة السلسلة، وسوف أكتبها بلون مختلف. دعونا نفترض أن لدي اقتران F لجيل الـ X. ما سأفعله هو أنني في الواقع سأكتب هذا بطريقة ربما تكون غريبة بالنسبة لكم، لكنني أعتقد أنها بقليل من التوضيح سوف تدركون أنها نفس قاعدة السلسلة التي نعرفها جميعنا ونحبها المشتقة. وقد غيرت الألوان ليس لسبب معين، بهدف التغيير فقط. أفعل ذلك في بعض الأوقات، سأغير الألوان مرة أخرى. إن مشتقة F لجيل الـ X تساوي النسبة التي يتغير بها F مع أخذ G بعين الاعتبار. إذن ذلك df dg ضرب النسبة التي يتغير بها G ضرب النسبة التي يتغير بها G. مع أخذ X بعين الاعتبار. وتقول إن هذا يبدو غريبا تماما بالنسبة لي. أولا يمكنك أن تفكر فيما قلته للتو، وأعتقد أنه منطقي، أو يمكنني أن أعيد كتابة هذا بالصورة التقليدية لقاعدة السلسلة. وهذه في الحقيقة ليست الصورة التقليدية، ما كتبته هو الصورة التقليدية لكن بالطريقة التي علمتكم إياها. إذن الطريقة التي علمتكم إياها، ما هو التغير في F بالنسبة لجي؟ F فتحة لجي للإكس، F فتحة لجي للإكس ضرب النسبة التي يتغير بها جي بالنسبة لإكس. حسنا، إن ذلك عبارة عن جي فتحة للإكس. إذن أتمنى أن هذا منطقي بالنسبة لكم، حيث أن هاتين عبارة عن طريقتين مختلفتين لكتابة قاعدة السلسلة. أعتقد أن هذا كان مفهوم لايبنز، وهذا هو الآخر لكنني نسيت. وهذا منطقي في الواقع من وجهة نظر الكسور، إن هذه العبارة وتلك العبارة يتم حذفهما ونحصل على، تعلمون أن هذا يساوي تلك النسبة التي يتغير بها F بالنسبة لـ X. إذن مع كل هذا دعونا نستخدم هذا لحل شيء. أتمنى أن يكون متقنا بعض الشيء. دعونا نفترض أن لدي مخروط، دعونا نفترض أنه واحد من هذه الأكواب التي لديك في مبرد الماء، ذلك هو أعلى الكوب. ودعونا نفترض أنه على أي نقطة في المخروط تكون نسبة نصف قطر المخروط إلى الارتفاع، إذا كان هذا الارتفاع، ثم إن نصف القطر يساوي نصف الارتفاع على أي نقطة. كما تعلمون إنه مخروط ثابت، هذه خطوط تقع على كلا الجانبين، إذا تلك النسبة لا تزال ثابتة. ربما أنك لم تتعلم هذا أبدا. إن هذا سيساعدنا في المسألة لاحقا. دعونا نفترض أنني أملأه بالماء للارتفاع h. دعونا نفترض أن هذا هو حد الماء، لكن ذلك حيثما يملأ الماء المخروط. ما هو الحجم على افتراض أن الارتفاع هو h؟ على افتراض أن لدي، لنفترض، 8 سنتيمتر من الماء، ما هو حجم الماء الذي وضعته في المخروط؟ حسنا، إذا كنتم لا تعرفوه، في الواقع إنه لاحقا عندما نصل إلى تناوب المواد الصلبة في وحدات التكامل يمكنني أن أثبت هذا لكم. لكن حجم المخروط يساوي 1 تقسيم 3 ضرب القاعدة ضرب الارتفاع، حيث أن القاعدة في الواقع يمكنك اعتبارها كمساحة سطح الماء. وما هي القاعدة؟
حسنا، ذلك يساوي الحجم، والذي بدوره يساوي 1 تقسيم 3 القاعدة هنا تساوي باي آر تربيع، حيث أن آر هو نصف القطر. إن هذا عبارة عن مراجعة لهندسة المواد الصلبة، وما هو نصف القطر في هذه الحالة؟ إنه 1 تقسيم 3 باي آر تربيع ضرب اتش. وفي هذا المثال قلت أن نصف القطر يعادل نصف الارتفاع، إذن هذا يساوي 1 تقسيم 3 باي 1 تقسيم 2 اتش الارتفاع. لقد استبدلته مكان آر تربيع. لم نقم بحساب التفاضل والتكامل بعد، إن هذا معقد. ليس معقدا حقا، بل عبارة عن هندسة مواد صلبة متشعبة قليلا. وإذا بسطنا ذلك سنحصل على الحجم يساوي، دعونا نرى، إذا نحصل على 1 تقسيم 2 التربيع يساوي 1 تقسيم 4 ضرب 1 تقسيم 3 يساوي 1 تقسيم 12 باي. من ثم إن اتش تربيع ضرب اتش يساوي اتش للقوة 3. ممتع جدا. دعونا الآن نقوم ببعض التفاضل والتكامل. أعتقد أن هذا ربما سيتعب دماغكم. دعونا نفترض أنني أصب الماء في هذا الكوب بنسبة 1 سنتيمتر مكعب لكل ثانية. حسنا، وبالنسبة للقياسات المترية للأسطوانات، فإنك تعلم أنه في بعض الأوقات يقول الأطباء أو الممرضين 1 سنتيمتر مكعب، وهذا أيضا يساوي 1 مليمتر. هذا بالنسبة لأطر مرجعية أخرى، لكنني أفضل أن أستخدم 1 سنتيمتر مكعب لكل ثانية، لأننا سوف نتعامل مع السنتيمتر في عدة أبعاد. لكن دعونا نفترض أننا نصب 1 سنتيمتر مكعب لكل ثانية في هذا الكوب. أريد أن أعرف، هذا سؤال مثير للاهتمام، كم سرعة ارتفاع الماء؟ كم سرعة تغير h أي ارتفاع الماء في اللحظة التي فيها h يساوي 2 سنتيمتر؟ كيف نفعل ذلك إذن؟ إن هذا يعطينا صورة ساكنة. إذا كنا نعرف الارتفاع فيمكننا أن نجد الحجم، لكن إذا أوجدناه، إذا أخذنا نسبة التغير بالنسبة للوقت لطرفي هذه المعادلة، فإن شيء ما مثير للاهتمام سيحدث. لذا دعونا نأخذ المشتقة بالنسبة للوقت لكلا الطرفين، إذن المشتقة بالنسبة للزمن للحجم. حسنا، إن ذلك يساوي dv dt. وما هي المشتقة بالنسبة للزمن، لزمن هذا الجانب من المعادلة؟ حسنا، إنها عبارة عن النسبة التي يتغير بها v مع أخذ h بعين الاعتبار. إن هذا v بصورة اقتران ل h، إذا سيكون dv بصورة اقتران. كم سرعة تغير v بالنسبة ل h ضرب تغير h بالنسبة ل t؟ إن هذا عبارة عن قاعدة السلسلة. أريدكم أن تفكروا بهذا قليلا، ربما أنه لا يبدو واضحا، لكن كل ما نفعله هو قاعدة السلسلة. إنه مربك بعض الشيء، لأنه لا يوجد لدي t في هذه المعادلة من قبل، وكل ما يحصل أنني أختار المشتقة بالنسبة ل t. لكن دعونا نفترض أن h في واقعه عبارة عن اقتران ل t، وهو كما تعرفوه. لذا دعونا نقوم بحله. إذن dv مشتقة v بالنسبة ل t تساوي مشتقة v بالنسبة ل h. حسنا، ذلك بسيط. إن مشتقة v بالنسبة ل h بسيطة. إذن 3 ضرب 1 تقسيم 12 يساوي 3 تقسيم 12.
ذلك 1 تقسيم 4 باي، فيمكننا أن نكتب باي تقسيم 4 اتش تربيع، إنه ذلك الجزء، وفي هذا الجزء لا يزال، انظروا يمكنني أن أعيد كتابته بهذا اللون الجديد ضرب دي اتش دي تي، لذا تقول ما الذي فعلته الآن؟ قلت أن النسبة التي يتغير بها الحجم مع أخذ الزمن بعين الاعتبار تساوي باي تقسيم 4 ضرب مربع الارتفاع ضرب النسبة التي يتغير بها الارتفاع مع أخذ الوقت بعين الاعتبار، فهل يمكن لهذا الشيء أن يحل المسألة؟ حسنا، ماذا نعرف؟ نعرف أن النسبة التي يتغير بها الحجم بالنسبة للزمن هي 1 سنتيمتر مكعب لكل ثانية، لذا بإمكاننا أن نقول أن دي في دي تي يساوي 1. سوف أتخلص من الوحدات، معظم أساتذة الفيزياء سوف ينكمشون، لكن 1 سنتيمتر مكعب لكل ثانية يساوي باي تقسيم 4، هذا دي في النسبة التي يتغير بها الحجم مع أخذ الزمن بعين الاعتبار باي تقسيم 4 اتش تربيع. نحن نعلم ما هي قيمة اتش الآن، اتش تساوي 2، إذا هو 2 للقوة 2، إذا ضرب 4. لقد قلنا أن الارتفاع هو 2، إذا 2 للقوة 2 يساوي 4 ضرب دي اتش دي تي. إذا هذا يتم حذفه ونحصل على 1 يساوي باي ضرب دي اتش دي تي، ونجد قيمة دي اتش دي تي ونحصل على، دعوني أتأكد منها كي لا أربككم، النسبة التي يتغير بها ارتفاع الماء مع أخذ الزمن بعين الاعتبار هي 1 تقسيم باي، 1 تقسيم باي سنتيمتر لكل ثانية. إذا يمكننا أن نجد ما هو هذا العدد، إنه سوف يكون 3 بالعشرة تقريبا، إذا 3 بالعشرة شيء ما سنتيمتر لكل ثانية هي النسبة التي ستتغير بها نسبة ارتفاع الماء كلما وضعت 1 سنتيمتر مكعب من الحجم في هذا الكوب لكل ثانية. على الأرجح أنني أربككم، ربما أنكم ترغبون بمشاهدة هذا مرة أخرى، وسوف أصمم مجموعة أخرى من العروض بمسائل النسب المتغيرة هذه لأنها سوف تربك الأشخاص، لكن عندما تفهمونها فأعتقد أنكم سترون أنها ليست بهذا السوء. سأراكم في العرض التالي.